السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلمنا منك ومن كل شر. كيف الحال؟ إن شاء الله طيبين. خلاص أوكي. هذا أنا جايك هناك. أنت متى طالع؟ أنا طالع الوقت الفلاني. أوكي خلاص أنا عندك إن شاء الله من أول ما ترسل اللوكيشن. يجي ومعه أكله تقلبس. لا هو باكل معنا، لا هو متقهوي معنا، لا هو متغدي معنا. شو جاي؟ تحسب جاي احنا نبغى هالنعمة دي نكسب من وراك أجر بس. يا إخوان هذا اللي سحر النصر. لا جالس عند شجر، جالس عند شجر. إيش الأخبار؟ كيف الأمور؟ ليه كذا ليه؟ والله يعني فترة بسيطة بس. فترة بسيطة. فترة تعدي. خلنا ناكل يا أخي. والله تبشر يا أبو ناصر. والله. والله أنت تامر أمر. كف. كف. أستاذ مجدي. كيف الحال؟ ما شاء الله تبارك الله أجواء. يمين بالله شمس. ما شاء الله عليك يا أبو ناصر. يا حبيبي. الله يعطيك الصحة والعافية. الله يسعدك. وحنين يا والله الحنين يا قال مسكوا الختام مسكوا الختام مسكوا الختام خلاص 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 رضخت اخيرا ترضخ اخيرا الله لا اله الا الله نعناع ها جوالي وهنا نعناع بس أنا ما كنتش متخيل إنك تسيبيني يا فريدة. بس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا لكم بعد غياب دام ممكن سنة ثلاثة شهور أو أربعة شهور. ساعات. وساعات. اليوم معانا مقابلة مع الأستاذ عبد الله العبودي. شعري طاير. أيوة تعال تعال. شعرك طاير. يا رجل اقسم بالله ممكن الجلسه تطير شعرك ثاني. اسمع عبد الله وين شايف النصر هذا الموسم؟ شوف بعد المستوى التصاعدي لاخر المباريات اللي مع بيولي انا اشوف رايحين بعيد باذن الله. تقول لي شلون تصاعدي وانت خسران قدام التعاون ومتعادل مع الخلود؟ اقول لك لانه العمليه اللي كان يدوره وصل لها مباراه الهلال ومباراه العين. العمليه التدوير اللي كان يبغى يوصل للخلطة ووصل خلاص انتهى الموضوع. الآن راح يركز على شلون يرفع الرتم اللياقي وبعد تعال حكيني إن شاء الله. ترى في موسم من المواسم بداية قلنا حنكوش على الكل. وين رحنا؟ ما رحنا شيء. ليش؟ لأن كنا نقول حنكوش على الكل وحنا ما عندنا عناصر. جبنا عنصر عنصرين وحسينا أن كوشنا. لكن الآن لو تتناظر مثلا حارس بنتو 24 سنة سيميكان 24 سنة انجيلو 24 سنة ويسلي 24 سنة. هذه هي القاعدة اللي راح تمشيك بعد ما يمشون الكبار اللي موجودين. والله كلام كبير يا عبد. خلينا نسأل مجدي. أستاذ مجدي قولي حبيبي أين ترى الاتحاد هذا الموسم؟ أنا بالنسبة لي أشوف الاتحاد إذا عدى الهلال في كأس الملك حنكون إحنا أبطال الكأس. بس الكأس والدوري؟ نعم الدوري يا أول يا ثاني ما إحنا بعيد يعني. والسنة الجاية إن شاء الله حكون في آسيا بإذن الله. سلام. طيب أنت أنا شايفك قلت الهلال ليش ما قلت النصر؟ طلع النصر. لا شوف أنت أيوه أنت طلعت. لا مو كأس الملك الدوري. الدوري قال الدوري أنا الدوري شوف زي كلام أبو ناصر بس أنا أصبر لك ثلاث أربع جولات قدامي إذا كانت كلها فوز لا النصر حينافس. مدرب ترى أنت معاكم مدرب كبير ترى. هذا ما سنرى. وناصر شفت ايش يقول حسين؟ شفت الو شفت هو لو ذاق الطعم اللي قاعد يستخرج من هذا الجيف بالله النوم ولا ايه؟ توقع مو القهوه المحموسه البرد